الحساوي معروف بتنوع أصنافه وكمان طعمه المميز، واليوم معنا الشيف فهد الشعيبي واللي راح يستعرض لنا مجموعة من الأكلات والوصفات من المطبخ الحساوي، وكمان راح يحكي لنا عن رحلته في تعلم الطبخ الحساوي في أمريكا. أهلا وسهلا فيك شيف، نورتنا، حياك الله. كنت تقول توقفي جنبي تتكلمي زي حساوي، يعني حاولي قد ما تقدرين. أمود أي كلمة، أي كلمة مطيها حطي فيها زيادة شوي. زيادة زيادة شوي. طبعا اليوم تغيرت الخطة شوي عشان الوقت، بس المفروض كنا نقدم الرز الحساوي، جبناه موجود. هذا الرز الحساوي أغلى رز في العالم. كل شيء يميزه هذا الرز يا شيف، كل شيء يميزه. حاول زرعته في كل مكان ما طلع، يطلع في الأحساء فقط. تمام، بالصورة، بالفائدة، بالنمط. هذا هنا عندنا الخبز الحمر الحساوي اللي هو خبز التمر. الله يا شيف، من التمر والعجين، او عفوا البر والتمر فقط، فنكهته حاليه ومميزه. عندنا رطب الحسا، اليوم عندنا جمار النخل، قلب النخل بنسوي فيه سلطه، لكن الطبخه اللي بناخذها بناخذ طبخه خفيفه. يلا تمام. ايش هي مكونات الطبخه اليوم؟ عندنا اليوم الربيان، ايوه، حمصه الربيان، حمصه سريعه، ثوم وربيان وملح وفلفل اسود، نحمسهم في الزبده. وبعدين بننزل عليهم في اخر فقره بالشبت. الروبيان ما ياخذ وقت على النار ابدا. دقائق ممكن خالصي. نعم. فلفل اسود، شويه ملح، حنقلبهم. ملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود فقط. فقط. تمام. هذه بنتي المفروض وفرتوا لنا واحده. معلش، هذا مطبخ سيدتي. طب شوف، انا جاي اسالك عن حاجه سمعتها منك رؤى، انا ما ادري سمعتك صح ولا لا. شوف، فعلا تعلمت الطبخ الحساوي في امريكا؟ بدات الطبخ عموما كله في امريكا. في امريكا؟ نعم، مرافق لزوجتي، زوجتي تدرس وانا جالس فرصه باكل. حلو. وجت فرصه، وكان البحث في اليوتيوب دائما عن الوصفات ما حصلها. أيه. ما حصل، ما في احد وثق المطبخ الحساوي في اليوتيوب قبلي انا. فبديت اخذ الوصفات من جدتي الله يغفر لها ويرحمها، والوالده الله يعطيها الصحه والعافيه، ومشت زي كذا الطريقه الى ان وثقت تقريبا المطبخ الحساوي بالكامل. طب ابيك تقول لي بس اعتراف. فهد، هل فعلا كنت انت معاهم خطوه بخطوه؟ يعني جبت العيد خبصت طبعاً بالطبخات، حركت الطبخات طبعا طبعا، وكان زودت في ملح ولا نسيت شيء؟ اوه، الملح له قصص اصلا. الملح تحديدا له قصص، لكن لازم يكون عندك احد تجرب عليه. أيه. هذا ضروري، لازم في ناس تتقبل انك انت تسوي. بس عارفه، احنا كنا يعني عددنا حوالي 40 شقه في كمباوند واحد سعوديين. ما شاء الله ما شاء الله، كانوا كلهم يعني لما يجي الاكل اي لا سو اي حاجه بس نبغى ناكل. نبي اكل سعودي. اي نبي اكل، نبغى اكل سعودي. فتجربه ورا تجربه ورا تجربه الى الحمد لله ما شاء الله وصلنا الى ما وصلنا لليوم. ما شاء الله. في حاجه ابغى اقدمها عن الليمون الحساوي. أيه. ليمون بوزهيره. هذا الليمون بتقول موجود بوزهيره، موجود طول السنه. نعم. الحساوي غير اي ليمون اخر. ليش؟ معنا امسك الليمونه، سوي كذا باصبعك. الله على الريحه. الريحة تفجر معك على طول، في قوة، في رائحة، وفي كمية عصير. بالعادة عفوا يعني خصوصا هذا الليمون يكون ناشف. ناشف. هذا لما تضغطيه لا، رويان. مليان. صحيح. رويان. نطلع منه هذا العصير اللي هو المايلومي. هذا مجرد ما نعصر الليمون باليد. ما يعصر بماكينة لأنه يتغير طعمه. ونحط عليه ملعقة ملح ونحطه في الشمس سنة ونص إلى سنتين. أوف، ما شاء الله. يطلع لنا هذا. طب هذا يستخدم لإيش يا شيخ؟ للشوربات، لبعض الطبخات، بعض الأشياء. نكهته قوية جدا، رائحته عطرية جدا، جميل. من نفس المنتج هذا بنفس العصرة بدون ملح بدون ما نغطيه يطلع لنا هذا الجميد. هذا الجميد الحساوي، هذا ليمون يعني؟ اسود زي الدبس، طعمه جميل جدا. برضه يستخدم للطبخ؟ اطلع منه هذا العصير. الله، عصير عصير كيف العصير يعني؟ موجود الان حتذوقوه. شرب هذا العصير؟ نعم، عصير ليمون عصير عصير حساوي. عصير الجميد الحساوي. الجميد الحساوي. الله، عصير الجميد الحساوي. نعم. لا احنا اليوم هذا اللي زي الدبس هذا ايش نستعمله؟ مع الارزاز مثلا او شيء؟ ممكن يستخدم في على ما نقول احنا المعبوش، الدقوس، الاشياء اللي زي كذا. طبعا هذه حالها مركزه جدا، سعرها غالي جدا لان الكميه سعرها غالي جدا، حوالي 16 كيلو. لا، في منها زياده. حوالي 16 كيلو ليمون تطلع لك 4 علب من هذه بس. طيب وهذا
هذا هو العصير، هذا جاهز، هذا العصير، هذا العصير جاهز، هنجربه والله. باقي عندنا سلطة الجمار، جمار اللي هو قلب النخلة. احنا نقول في الحساء اللي هذا هو شكله، اللي هذا هو شكله تقريبا. طبعا هي تجي قطع كبيرة جدا وتفاصيل كثيرة على ما نستخرجها ونطلعها. احنا نقول في الحساء النخلة أمنا، ليش؟ طبعاً. كل شيء منها، كل شيء من النخلة، الأكل من النخلة، الحطب من النخلة، يبنون البيوت من النخلة، حتى الله يكرمك المكنسة اللي نكنس فيها البيوت أول من النخلة، النار اللي يطبخون فيها من النخلة. فالنخلة تقريبا هي كل شيء. أيضا أذكر في الحسا عندكم قريب كان مهرجان التمور. مهرجان التمور نعم، كان أكثر من رائع يعني جداً. في أشياء حلوة كانت موجودة هناك، حتى نعم. من الأشياء اللي استغربت اللي هي شاورما التمر. شاورما التمر أنا يعني اللي كنت مشرف عليها وكنت ماسك الوقت بخدت لما شفتك. نعم لاني ما اجي كل يوم، لا كان عندي فعاليه ثانيه. الله. فشاورما التمر كانت مع مصنع الامين للتمور. نعم مكسرات، وكانوا مبدعين يا اهل الحسا ما شاء الله عليكم. نعم. لا يعني احنا لازم نشوف اليوم انت ايش راح تسوي. ابغاك تقول لي لان الريحه يا جماعه شيء مو طبيعي. لا هذا شيء خفيف، نبغاك بس شفت وقول لنا ايش الخطوات الحين، وش سويت؟ شفتك الخطوات مجرد ثوم والزبده. اوكي طبعا هذه وصفه ما هي حساويه، هذه وصفه خاصه فيني. خاصه فيك. الطبخ الحساوي غالبا بروسس طويل، ياخذ وقت. فاختصرنا الموضوع عشان الوقت، والمفروض ان جايبين المعدات للرز الحساوي. لكن الرز الحساوي بحد ذاته ياخذ 3 أضعاف الوقت في الطبخ. بيوم من الايام بنرجع نسوي الرز الحساوي. يا ريت تكون حلقه بس للرز الحساوي. ابشر ولا يهمك. نعم. الحين نتكلم عن السلطه. باقي السلطه عندنا. أي. فقط جيب الحله. طيب هذه بما انه مصنوعه من التمر طبعا حابه ادوقها. انا ورؤى دخلنا على الشيف وتقاسمنا. في لسه ما تقاسمنا المؤونه كلها زياده يعني حتروحي في الله يسعدك. شكرا. يا رب. عندنا هذا الجمار حق النخله. الجمار كأنه قصب سكر. بالضبط نفس الريحة لو ريحته وصلتك. طب والطعم؟ الطعم الحين تذوقي تقريبا ايوه في حلاوة. طبعا هذه مخترعها انا الوصفة، يعني ما هي حساوية. ودبس التمر بس فيها لمسات حساوية. فيها لمسات حساوية. هذا دبس التمر؟ دبس التمر. الله. وبس نقلبها، هي سلطة حلوة. حلو. بس الجمار يا شيف طبقات، يعني الطبقة الخارجية بتجي خشنة، الطبقة الداخلية بتجي أنعم شوية. صحيح. الطبقة الداخلية اللي هو القلب، القلب هو أحلى طبعا. أحلى طبعا. نعم. أطعم شيء وأغلى شيء، يعني الجمار ما هو رخيص يعتبر. لا والله شوفي هي ما هو في السعر قد ما هو في البروسس، على أساس أنت تقص نخلة كاملة عشان تطلعه أصلا. بالضبط. إيه فتقطع النخلة وبعدين تبدأ، ما تقطعها زي المنشار، فتاخذها واحده واحده زي الطبقه زي الصفحات. حقيقي. تفتح واحده ورا الثانيه الى ما توصل الى القلب تحديدا. الملاعق وين؟ قول لي يا شيف ايش اساعدك؟ بس طعم الجمار مره لذيذ باي طبعا، يعني طعمه مقبول جدا عادي، بالعكس يعني لذيذ ونقي جدا. مو حالي كثير لا، موزون. الان احنا حليناه. أيوه. بالدبس والشبت حيختلف الطعم 180 درجة. عاد الشبت إلا ما يكون لي نكهة قوية ففعلا يغير الطعم. حلو. هذا هو عندك تحبي تجربي. هذا خلاص كذا؟ هذا خلاص. وهذه ايش؟ هذه حقة الطبخة. هذه حقة الطبخة. طيب استنى خلينا. طيب يا شيف خليني اسألك، كل بتوقيته. كل بتوقيته. يعني ايش؟ كل بتوقيته، هذه لها قصة. ايش قصة؟ لأنه في فرق تقريبا 10 ساعات بين المنطقة اللي كنت فيها في أمريكا وبين السعودية. اي نعم. والجمهور كان في السعودية. مزبوط. فأنا لما أطلع أسوي كبسة الساعة 3 العصر عندنا، هي تقريبا عندهم يعني ايش اقول لك آخر الليل شيء زي كذا، الساعة 12 بالليل. صحيح. او حاجة زي كذا، يعني كان التوقيت مرة مختلف. فقلت اطلع اقول مساكم الله بالخير، يا ابوي مساك الله ايش صباح احنا، والعكس. فصرت اقول كلهم بتوقيته، كل واحد وقته، وسبحان الله مشت الكلمه وصارت هي الشعار يعني. لازمة. نعم صارت هي اللازمه وهي الشعار. كذا احنا خلصنا خلاص. شيف ايش هي خطتك الجايه للمطبخ وعالم الطبخ وهالجمال، بما انك يعني لقيت نفسك ما شاء الله وفي قبول وتتميز بطبخات مميزه بنكهات مميزه؟ طبعا العرض دائما يقول لك افتح مطعم افتح مطعم، لا انا اشوف انه ما اقول الواحد يدفن نفسه لا، بس يربط نفسه في خط. انا شايف ان المطبخ السعودي عموما الخليجي وصل للعالمية. خلاص يعني. صحيح. احنا حطينا قدم
ان احنا نكمل. طيب كيف نواصل؟ بان احنا ندمج بين الاثنين. الان الرز الحساوي هذا مش لازم يتقدم زي ما نقدمه احنا من 100 سنة في الحساء، يطلع بفكرة جديدة، يطلع بشكل مختلف، بحيث انه يصل الى ما وصل اليه اي طبخة ثانية غزت العالم من الطبخات العربية اتكلم. لانه يسوى مثلا الكبسة لما كنت اقدمها، وهذا على فكرة معلومة، انا كان عندي مطعم في امريكا، فلما كنا نقدم الكبسة في يوم واحد يوم الجمعة وي سولد اوت ا دي بيفور، يوم قبل خلاص صحيح، بس ما نقدر نسوي الكبسة كل يوم لانه برضو صعب علينا البروسس شوي. استاذ فهد، خليني بسألك سؤال قبل ما نطلع هذا الفاصل مع مشاهدينا. اليوم اهتمام وزارة الثقافة وهيئة الطهي وش يعني لك؟ يعني لنا كثير، وأنا من الناس اللي اجتمع معهم 3-4 مرات، سواء في موضوع توثيق الموروث أو يعني توثيق الطبخات، وهذا طبعا بروسس طويل جدا ومرهق ومجهد وممتد في التاريخ، لكن صراحة أنهم رسموا خطوط عريضة، هم إيش يبغوا بالضبط وإحنا وين رايحين وإنت كيف تستفيد. ممتاز، فإحنا ماشيين على هذه إن شاء الله إلى العالمية. أكيد إلى العالمية مع شبابنا وبناتنا المبدعين في المطبخ. أكيد بنكمل معك فهد ومشاهدين، خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع.